تحت شعار بصمة إنجاز تخرج 35 طالبا وطالبة من جامعة العلوم الحديثة قسم إدارة الأعمال ليضيفوا إلى الواقع ثمرات ما درسوا خلال 4 سنوات مضت بحلوها ومرها للنهوض بالتنمية. مبارك ونهنئ لخريجي جامعة العلوم الحديثة بمناسبة هذا اليوم العظيم، مناسبة إكمال مشوارهم التعليمي. الخريجون أبدوا فرحتهم بهذا اليوم العظيم الذي انتظروا بفارغ الصبر ليغرفوا من معين العلم والثقافة والتوجه لبناء الوطن. أتمنى لكل زملائي التفوق والنجاح في حياتهم المستقبلية. صراحة شعور لا يوصف، بقمة الروعة. وعبر الخريجون عن أملهم في أن يحظوا بفرص عمل يتمكنوا من خلالها تطبيق ما تلقوا من معارف وعلوم على الواقع العلمي. لمياء الأديمي، اليمن اليوم، صنعاء.